نرجع كمان مرة ننتقل عند الشيف فيصل ومنتابع سوا ورشة ملح. مشاهدينا نحن من بعد ما حضرنا الريد فيلفت تشوكليت شيب كوكيز اكيد كانت المكونات اللي هي زبده سكر اسمر سكر ابيض وقلنا فينا نستعيد عن السكر الاسمر بالسكر الابيض طريناهم مع بعضهم بيض عدد واحد واكيد هلا ممكن تطلع الريسبي على الشاشه ومن بعد ما ضفنا بيضه 4 جرامات من بيكربونات الصودا فانيلا 2 جرام ملون طعام احمر 10 جرامات طحين 200 جرام ورشه ملح وطبعا كان عندنا التشوكليت شيب اللي هن 180 جرام صار عندنا هالعجينه اللي شايفينها قدامكم حليب 15 ملي اكيد حطينا معهم ذوبنا البيكربونات الصودا بالملون طعام والحليب وصار عندي هالعجينه ارتاحت بالبراد انا عملتها قبل ما ترتاح بالبراد والريزلت هون عندي واكيد ما عم بعمل سجق يا شباب لحقوني بالاستديو عم تعمل سجق فما فينا نتعدى على مصلحه غيرنا نحن هاي الريسبي صارت قدامي نحن نعملهم بهالطريقه مثل ما شايفين نعملهم اذا بدكم رولز ونقرصهم بهالطريقه اوكي نعملهم نرتبهم بهالطريقة اوكي طبعا فينا نحطها تقعد أكثر من شهر بالفريزر وبتقعد بالبراد أسبوع تقريبا كلهم بنشوف كيف عم نعملهم اوكي ليك بهالطريقة بنقرصهم يكونوا تقريبا أحجام متساوية ريسبي كتير طيبة و من بعد ما نخبزهم بنحطهم ب مرطبان او بكونتينر اكيد يكون محكم الاغلاق وطبعا بنضيف فيهم وبنقطع عنهم الهواء بيقعدوا شهر ما بهمهم شيء ابدا نحن مثل ما شايفين رتبناهم بيكون عندي فرن على حراره 160 بهالطريقه طلعوا كيف طلعوا كيف نكبسهم بهالطريقة مثل ما شايفين وبنحطهم بالفرن على حرارة 160 بياخدوا ربع ساعة برجع بكرر حسب حرارة الفرن بنعيرلهم على تقريبا 10 دقايق أول شيء بنخفف حرارة الفرن وطبعا مثل ما شايفين هون الكوكيز جاهزين طلعوا من الفرن سويتهم من شوي كثير حلو لونهم وطبعا هيدي نتيجتهم كثير حلوه ريد فيلفت كوكيز فينا نحطهم بمرطبان او فينا نحطهم بصحن هلا رح نحطهم بصحن طبعا رح نشوف نتيجه دراي منشفين بالفرن من بعد ربع ساعة طبعا لازم يبردوا ما هو هن جاهزين هون وهلا بنشوفكم بالوقفة الأخيرة مع الستروبري شارلوت وهلا رح نروح لعند غادة ميرسي لك انطرنا ايه بس بجننوا مبينين من هون